بسم الله الفتاح العليم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزو العسلامة، مرحبا بجميع من التحق بقناة بيبا بيباتو. بيباتي اليوم بإذن الله حنديرو مع بعض بواسون مغبغي، حوت مربري. بزاف بنين سان بواسون بلون، سهل التحضير، يطيب غابيدمون بتتبيلة لذيذة جدا وأكثر من رائعة. ولو بواسون هذا مفيد بزاف للجسم تاعنا والأطفالنا وحتى النساء، وهو إلي غيشون أوميغا 3 فيتامين دي ومليء ايضا بالمعادن. هاد لو بواسون بزاف بزاف بنين، واش نقول لكم ولا اروع، برك فيه الشوك، يفو فيغ اتونسيون، لازم تنقوه برك الاطفال تاعكم قبل ما تقدموه لهم. فوالا، اذا حبيباتي قعدوا معايا وشاهدوا الفيديو للاخير وشوفوا طريقه التحضير تاعي لهاد الوصفات ديالنا اللي قدمتها اليوم للعشاء تاعي، منها هاد لو بواسون وتشكتوكا. إذا ما عليكم غير تقعدوا معايا وتشاهدوا الفيديو للأخير. نبداو بسم الله. هنايا كانت عندي كمية تاع الثوم رابيتها ورحيتها ما بين 4 إلى 5 فصوص ثوم، نضيف عليهم ملعقة أكل تاع الخل، إذا ما عندكم استعملوا القارص. دوك هنا حبيباتي حندير لي زبيسة والتوابل، نستعمل الفلفل أسود وأيضا ندير الكركم، نستعمل الزنجبيل، شوية توابل الخاصة بالأسماك أو بالحوت، وأيضا ندير كمية معتبرة من الكمون. فوالا كمون ندير شوية بالزايد. فوالا، وهنا حبيباتي حنضيف من ملعقتين إلى 3 ملاعق من الزيت النباتي أو ويل تورنوسول. هنا كان عندي خليط من الحشيش والمعدنوس، فوالا نقطعهم هكذا الى وريقات صغار بهاد لافاسون. فوالا، وندير ايضا كميه مليحه تاع الزعتره والملح. بالنسبه للملح ديرو حسب الذوق والرغبه. فوالا، ولا مارينا تاعي سي بون، راهي واجده. دوكا نروحو نشوفو لو بواسون مغبغي ديالنا. حبيباتي هذا هو لو بواسون مابغي، هذا هو الشكل ديالو. انا كنت بعد ما نقيتو وقطرتو جيدا. دوك هنا حبيباتي حناخد سكين وندير له فتحتين كل حوته من كل جهه، ثم تقدروا ديروا 4 فتحات 5 كيما حبيتو. هنايا باش يتشرب مليح لا ماريناد ويجي بزاف بنين، سي بور سا درت هاد الفتحات. انا دوكا ناخذ حبيباتي التتبيله اللي حضرناها مع بعض او الدرسه. فوالا، ناخذ كميه ونديرها هكذا من الداخل، ندير كميه مليحه على الجهتين بهاد لا فاصون. دوكا نزيد للحوته الثانيه بنفس الطريقه. فوالا، دوكا لا ماريناد اللي قعدت حناخذ ايضا كميه منها وندير في هادوك الفتحات. فوالا كامل ندير لهم بنفس الطريقه. وبعد ما ندير لهم هاد لا ماريناد تقدروا تحطوهم في الثلاجه يتشربوا هاد التتبيله من ساعتين 3 سوايع ساعه كيما تحبوا. تقدروا ديروا لهم هاد لا ماريناد في الليل والصباح تشووهم، كم تقدروا ديروها في النهار وتطيبوهم في الليل، او تخلوهم ساعه او ساعتين فقط في الثلاجه. فوالا، دوكا نروحو نحضروا التكتوكه ديالنا ونخلو هادو يتشربوا هاد البنه تاع الدرسه. انا بسم الله في مقله درت بصل مقطع اون فيل لامال وبشكل طولي مع الفلفل، درت لهم شويه زيت وشويه ملح ونخليهم على نار تكون متوسطه يدبالوا، ونقعد من داك من داك نجي نحركهم ونقلبهم. فوالا باش ما يتحرقوليش. هنا حبيباتي شوفوا البصل والفلفل كيفاش دبالوا. هنايا في الوقت اللي كانوا يدبالوا فيه كنت قطعت زوج حبات طوماطيش، نحيت لهم القشره والزريعه وقطعتهم الى قطع صغيره وضفتهم دوكا للفلفل والبصل، ونزيد نخليهم ايضا يكملوا طيابهم. وهنا حبيباتي شوفوا الطوماطيش ايضا بدات تدبال. دوكا هنا حنضيف لي زيبيس للتشكتوكه ديالنا. حندير الفلفل الاسود، حندير شويه توابل الدجاج باش تجي بنينه، وندير ايضا الزنجبيل، الكركم، وندير الفلفل الحكري يكون حار او الفلفل الاحمر الحار. نتوما اذا ما تحبوش الحار استعملوا الفلفل الاحمر الحلو. فعلا نخلطهم جيدا بهذه الطريقه
ودايما على نار متوسطة، ونضيف نصف فنجان اتاي تاع الماء. سي جوست باش البصل تاعي يطيب وما يقعدش يتقرمش كي نجو ناكلوه. هنا حبيباتي سي بون طابت الشكشوكه ديالي. انا كنت قليت ديجا حبه كورجات وحبه قرعه وايضا حبه بطاطا، قليتهم في المقله. دوكا هنا نضيفهم لهاد الشكشوكه ديالي فوالا، ونخلطهم جيدا. وهنايا سي بون الشكشوكه راهي واجده. دوكا نكسر لها زوج حبيبات بيض اللي كنت خلطتهم ودربتهم جيدا فوالا. دوكا نسقم البيض كامل على وجه هاد الخضره، وندير الغطاء للشكشوكه تاعي باش يطيب البيض مليح. هنا حبيباتي سي بون الشكشوكه راهي واجده. طفيت عليها النار وندير لها رشه تاع المعدنوس، ونروحو نطيبو ونكملو البواسون تاعنا. الوغ بسم الله، في مقله درت كميه من زيت الزيتون ويل دوليف فوالا على نار تكون متوسطه، ونجبد لو بواسون تاعي اللي كنت درتو يتشرب تتبيله على نار متوسطه. نديرلو الغطا ونخليه يطيب فوالا. هنا بعد ما فات واحد 3 دقائق هكذاك رجعت ليه باش نقلب لو بواسون تاعي. وهنا حبيباتي كنت وجدت نزيد ثاني نخليه يطيب برك لو بول اللي كنت درت فيه لا ماغينات، درت له شويه ما فوالا، ما كنتش حابه نرميها هكذاك، ومنها نديرها هنايا في هاد المقله باش لو بواسون يطيب وايضا يتشرب مليح البنه تاع الدرسه. هنا زدت قويت شويه على النار. وهنا حبيباتي شوفوا الحوت تاعي تشرب كامل هذيك لابتيت صوص اللي كانت في المقله. هنا سي بون دوكا نحمرو ونشوفوا الطبق تاعنا فوق طاوله التقديم. حبيباتي هذا هو لو بواسون تاعي في شكله النهائي، وكان هذا هو العشاء ديالي. الحمد لله، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. نتمنى ان شاء الله ان وصفاتي لينها اليوم نالوا اعجابكم ورضاكم. ما تنسونيش بجام كومونتير، واللي زارتني اول مره مرحبا بك حبيبتي في قناه بيبا بيباتو. ضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. ما بقى لي غير نقول لكم الى فيديو اخر او وصفة أخرى. خليكم رابط حسابي على الانستغرام، صفحتي ومجموعتي في فيسبوك في صندوق الوصف. تهلاو في صحيحتكم رويحتكم والديكم وليداتكم الناس اللي تحبوهم ويحبوكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.